رئاسة الجمهورية ليست بصندوق بريد. أنا نحترم البسطجية بكل صراحة. ليس هناك في النص الدستوري ما يدعو إلى عرض التحوير على مصادقة المجلس. لكن من دوري كونه كيف تجيني قائمة كذا نعديها المجلس النواب، نعطلش يعني من أضرار مجلس النواب الشعب، كل واحد ومسؤولية تدخلش في الأمور هذه. ولكن ما دمتم قد اخترتم هذه الممارسة كان يجب احترام الإجراءات التي نص عليها الدستور. فعلا قال لي أنا نحب نعمل تحوير، وأهلا وسهلا مرحبا. لم يحصل هذا أبدا، فلا تم تداول ولا تم إشعار رئيس الجمهورية بالنية في هذا التحوير. هذا صحيح، لكن أنا مش من وظيفتي أنا مش ندخل في الجزئيات هذه، أنا فوق الناس كل. هناك شخص أو هناك من تم اقتراحه تتعلق به قضية فساد. مش بالضروري يعني أنا مش قادر نازع في هذا، علاش حطيت الاسم هذا وحطيت الاسم هذا؟ ما العقل نعرف، مش نقول هذه حكومة الدولة التونسية. وهناك ثلاثة آخرون لهم قضايا في تضارب المصالح. الناس كل تخطي وتجيب، واحنا مش معصومين من الخطارة. فاليمين التي يمكن أن تؤدى لا يمكن أن تؤدى من قبل من تعلقت به قضية أو يمكن أن تتعلق به قضايا في قادم الأيام. إذا كان المجلس مش يوافق على الحكومة باش أنا نجي نقول ما بالله ما ذبينا ما يحلفوش قدامي. أنا راني مانيش الباجي قيس السبسي، أنا رئيس الدولة ورئيس الدولة عنده واجبات.